اهلا بكم، مع مهند من الحموده للسيارات 050-516-3525 في ابو ظبي والعين. اليوم حنشوف سياره من السيارات المميزه جدا عندنا، اسمها بليزر 2LT، ماكينه 6 سلندر 3.6 3600 سي سي، 305 حصان واول ويل درايف. لما شايفين شكلها ما شاء الله، هنشوف مواصفاتها من الداخل. الاضاءه كامله من ال LED، الكشافات الضبابية كبيرة ما شاء الله، والإشارة تحت. رنجات 20 كونتيننتال، شايفين الليزر بتكون طبعا فيها التشغيل عن بعد، والإشارات على المرايات، قطع عمي على المرايات، دخول ذكي على الأبواب الأربعة، الشدات اللي على السقف، نظرة من الخلف، LED الإضاءة كاملة، دول اكزوست من الخلف. السيارة طبعا زي ما احنا شفنا اول ويل درايف، كاميرا خلفية، حساسات خلفية، اوتوماتيك بوت او دبة اوتوماتيكية. حجم المساحة ما شاء الله في الدبة الخلفية رائع، لسه نقدر نكبره كمان لو احتاجنا. في عندك إضاءة ورا، تقدر تتحكم في السيت انك تنزله، بس تسحب بينزل السيت الخلفي، بيديلك مساحة أكبر كتير. شايفين تشوف استهلاك البترول، اللتر الواحد يمشيها أكتر من 11 كيلو. تشوف الداخلية، جلد هنا على الباب، اللون التيتانيوم، التحكم في فتحة الدبة، الهاند بريك اوتوماتيك، الإضاءة ذاتية اوتوماتيك، ده شكل الستيرنج، ثبت سرعة، بلوتوث، ابل كار بلاي، اندرويد اوتو، السيت الامامي طبعا متحرك، اللمبر سبورت داعم للظهر عشان الخطوط. الكراسي هنا مخمل من اللون الأسود، هو ووتر بروف. نشوف الدرايفنج مود، اول ويل درايف، تو ويل درايف، سبورت، جر، ومطالع للجبال أو للانزلاق. في تسخين في الكراسي الأمامية، عداد ديجيتال، ستارت، أبل كار بلاي والأندرويد أوتو. نشوفها من ورا، داخل طبعا احنا عارفين ان هي واخده ديزاين كاميرو بالظبط، كسيتس وك داشبورد او تابلو. في عندنا مكيف خلفي، في فتحه لليو اس بي وفتحه لليو اس بي تايب سي. نشوف السياره مره ثانيه، تمام. نديها نظرة أخيرة من بره، V6 3.6 305 هورس باور، أول ويل درايف ما شاء الله. في انتظار اتصالاتكم، تعالوا جربوا السيارة دي هتعجبكم جدا. اتصلوا بس على مهند 050-516-3525 من بين حمودة للسيارات في أبو ظبي والعين، وأهلا بكم.